عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي اجتماعا هاما بحضور ممثل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وعضو المكتب الاستشاري بشركة المقاولين العرب، بجانب حاتم حجازي أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، بشأن إجراءات تسليم النادي الإسماعيلي الاجتماعي بأرض النخيل لمجلس إدارة النادي فعليا. استهدفت الجلسة الاتفاق على البدء الفوري في عملية التطوير ورفع الكفاءة على المنشآت التي تم إبداء ملاحظات عليها من قبل إدارة الإسماعيلي، على أن يتم انطلاق العمل يوم 15 نوفمبر الجاري، وتستغرق أعمال التجديد والتطوير 90 يوم. ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرار بفتح الباب نحو تلقي طلبات الحصول على عضوية النادي الاجتماعي بشكل عاجل، وذلك بأسبقية التقدم بمجرد انطلاق أعمال التطوير فعليا داخل النادي. هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي ينتهجها مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي منذ توليه المسؤولية نحو استلام النادي الاجتماعي بما يسهم فيه تنوع وتعاظم مصادر الدخل، والذي سيؤدي لتخفيف حجم الأعباء المالية التي تتكبدها خزينة النادي. وفي سياق متصل، أنهى مجلس الإدارة الاتفاق مع عدد من البنوك لإتاحة قرض ميسر للراغبين في عضوية النادي الإسماعيلي الاجتماعي، وذلك من خلال سداد قيمة العضوية على أقساط طويلة الأجل تصل إلى 6 سنوات. ويعتبر نادي الإسماعيلي الاجتماعي نقلة حضارية لمدينة الإسماعيلية ولشعبها.